أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. صحيفة في عدن تقول إن أول محافظ لعدن بعد الاستقلال يعيش براتب لا يتجاوز 200 دولار. أهالي مديريتين غربي تعز يقتلعون المانجو والذرة ويزرعون القات. في الأخبار المنوعة، طلاب جزائريون يهاجمون أساتذتهم بالحجارة احتفالا بنهاية العام الدراسي. تمكن مزارعون في محافظة الجوف من إنتاج كميات كبيرة من مادة القمح خلال العامين الماضيين، يعنون موقع المشاهد نت: وسط أزمة عالمية يمنيون يزرعون القمح. وأوضح أحد المزارعين في مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف أو عاصمة المحافظة أبو عبد الجوفي للمشاهد أن فكرة زراعة القمح المحلي في الجوف حققت نجاحا كبيرا في ظل شحة المادة المستوردة من الخارج. وقال الجوف إن هذا السبب دفع عشرات المزارعين إلى زراعة هذا المحصول وتصديره إلى المحافظات اليمنية الأخرى. وأضاف أن تكاليف زراعة المحصول وإنتاجه باهظة جدا في الوقت الراهن وتفوق أرباحه وتسبب للمزارعين خسارة جراء غلاء ارتفاع نفقات زراعته واستصلاح الأراضي. ووجه الجوفي دعوة عبر المشاهد إلى الجهات المسؤولة بالدولة بتوفير نظام بديل للري كمنظومات الطاقة الشمسية وتحمل نفقات الحراثات ولو مناصفة بين الجانبين. ديف إيجرز يروي سيرة مختار الخنشلي وقصص البن اليمني، وقد علقت سناء عبد العزيز في مقالها المنشور بموقع إندبندنت عربية حول الكتاب الذي وثق حياة أحد مسوقي القهوة اليمنية، وقالت: بطل راهب المخا مختار الخنشلي شخص معروف في نيويورك، يمكنك الجلوس في مقهى مختار إذا رغبت في تذوق نكهات البن اليمني مع بسكوت الهيل بوصفة والدته، ولكن احذر، سعر المشروب الواحد 16 دولاراً، وهو ما لا يعني فقط تكلفة الشحن الباهظة ومراحل إعداده وتحميصه فحسب، بل تعني أيضاً جودته العالية. يستهل إيجرز حكايته بقصة عن الفشل، حيث تتكسر أحلام المهاجر اليمني على أرض أمريكا الصلدة، وتضطره إلى ترك دراسته. إنها المحطة التي ينقلب الفشل فيها إلى نجاح بمجرد أن يرى تمثالاً يبلغ ارتفاعه 20 قدماً منتصباً على مرأى من مكتب حارس العقار. شيد التمثال بغرض الاحتفال بمرحلة فارقة في مسيرة التجارة الأمريكية، وهو لرجل يمني يشرب فنجان قهوة. ففي تلك المرحلة اخترعت العبوة المفرغة التي أتاحت لحبة البن فرصة الاحتفاظ بطزاجتها في رحلتها من البلد المنتج إلى البلد المستهلك، وكان على مختار أن يقطع شوطاً طويلاً من المعرفة والبحث ليتعرف على طبيعة اليمن. تسأله والدته باستنكار: ألا تعلم أن اليمنيين هم أول من صدر البن؟ ألم تكن تعرف هذا؟ تبدأ حكاية مختار كقصة عن الإحباط الذي أصاب الجيل الثاني من استيعاب المهاجرين، وسرعان ما تتحول إلى قصة تاريخية عن حبة القهوة وعلاقتها بمختلف الثقافات. جلس مختار يتدبر في أسباب تراجع استيراد البن من اليمن. كان في 25 من عمره ينتظر هدفاً، فجأة وجده وانطلقت شرارة الشباب. عاد مختار إلى شبه الجزيرة العربية، زار جميع مناطق البن اليمنية وعاش مع المزارعين لأكثر من عام. في نوع من الإثارة يتحدى بطلون الميليشيات ومحاولات الاختطاف والمخاطر المهلكة، ليصل في النهاية بسلام إلى الولايات المتحدة. وبعد عودته يأخذ في سرد قصته عن اليمن إلى صديقه، وكيف تفادى القنابل والحوثيين لإخراج القهوة من البلاد. في العام 1967 بعد الاستقلال الوطني، عين أبو بكر شفيق محافظا لمحافظة عدن ثم وكيل وزارة الخارجية ضمن أول حكومة،
وقد نشر موقع عدن الغد تقريرا عنه، وعنوان الموقع: زيارة مؤلمة لأول محافظ لعدن في منزله. وفقا للموقع، يتقاضى شفيق راتبا تقاعديا لا يصل إلى 200 دولار شهريا. وفقا للتقرير الذي كتبه علي منصور مقراط، فإن السلطات المحلية ممثلة بالمحافظ الحالي لم تقم بأي من الزيارات لأول مسؤول تولى المحافظة. وينقل الموقع عن نجل المحافظ قوله: إن شفيق قصد مبنى المحافظة، إلا أنهم لم يسمحوا له بمقابلة المحافظ الحالي أحمد لملس. أبو بكر شفيق، أول محافظ لمحافظة عدن قبل أكثر من نصف قرن من الزمن، يسكن شقة ضيقة جدا مع أسرته، وينتمي إلى الجيل الذي صنع المجد، جيل قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف وسالمين ومحمد علي هيثم وسيف الضالع. أمس الأول نشرنا خبرا عن قرية اقتلع أصحابها شجرة القات وزرعوا أشجار الخوخ. اليوم لدينا خبر عكس ذلك، نطلعه من يمن مونيتور. اقتلعوا المانجو والذرة وزرعوا القات. القات الماوي يغزو مديريتين غربي تعز منذرا بعواقب وخيمة. وفقا للموقع، توسعت زراعة شجرة القات بشكل غير مسبوق غربي تعز رغم الأضرار الكارثية التي تجلبها هذه الشجرة. ولجأ المزارعون في مديريتي المسراخ والمعافر في ريف تعز للاستثمار في شجرة القات للحصول على المال كما يقولون، وجلبوا غرائس منها من مديرية ماوية ومديرية أخرى في محافظتي ذمار والبيضاء. زار مراسل يمن مونيتور المديريتين وقال إن القات الماوي نسبة إلى مديرية ماوية شرقية تعز انتشر كما تنتشر النار في الهشيم، على الرغم من أن المديريتين كانتا تزرعان القات البلدي في بعض القرى، لكن الآن يزرع القات الماوي في معظم القرى بدلا من الخضروات والفواكه والحبوب. وبحسب إحصائيات، تحتل زراعة القات أكثر من نصف المساحة الزراعية في اليمن باستحواذها على 58.8 من إجمالي الأرض المزروعة. المقتلعون، تحت هذا العنوان كتب سمير عطالله مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء في المقال: عندما قامت الثورة الفلسطينية في الستينيات كان بين أدبياتها استخدام عبارة النازحين، كذلك كانت هناك ناحية قانونية تتضمنها عبارة النزوح باعتبارها وصفاً لعمل مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء ظروف النزوح. أقرأ يومياً ما يرويه النازحون من أوكرانيا إلى بولندا المجاورة، وقد أصبح عددهم حتى الآن نحو 5 ملايين امرأة وطفل وعجوز، وقد تركوا الرجال خلفهم يقاتلون. ومن قراءاتي توصلت إلى أن أفضل وصف لهؤلاء البشر هم المقتلعون. إنهم يقتلعون من بيوتهم وأرضهم وديارهم مثل اقتلاع الضرس من جذوره وشرايينه الصغيرة التي لا ترى. لا نعرف كثيراً عن أصحاب هذه الأسماء، لكن حكاياتهم تذكرنا بالفلسطينيين ثم اللبنانيين والسوريين والعراقيين والليبيين الذين اقتلعوا من بيوتهم وأرضهم وأوصالهم وطافوا يبحثون عن سقف ولقمة وكلمة طيبة. تقول إحدى الأوكرانيات: كنا نرى هذه المشاهد في السينما عن الحرب العالمية الثانية ونعتقد أنها لا يمكن أن تتكرر، لكننا نعيدها بأنفسنا اليوم وعلى نحو أكثر قسوة وهمجية. وتقول أخرى وهي تحتضن طفلها: لم يعد في إمكاني تحمل سماع كلمة بالروسية. شعوب بأكملها يقتلعها من أوطانها الحقد السياسي والتكبر العنصري ومشاعر التمساح التي لا ترى ما يحل بالبشر، شعوب على الطرقات وعلى الحدود وفي الخيام وغرق في الزوارق من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشرق. إذن كان ذاك مقال المقتلعون وليس المقتلعون كما قلت. حرص رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في خطابه بذكرى الوحدة اليمنية 32 على استخدام كلمة التوحد بدلاً عن الوحدة، وحام حول المصطلح في كثير من فقرات خطابه. وفق تقرير للعربي الجديد بعنوان احتفاء خجول بذكرى الوحدة اليمنية تجنباً لخلافات داخل مجلس الرئاسة، ويعود الارتباك إلى المتغيرات التي تزامنت مع ذكرى الوحدة هذا العام
من انتقال السلطة إلى مجلس رئاسي يوحد الفرقاء وعودة المجلس إلى عدن الخاضعة أمنيا وعسكريا لسيطرة الانتقال، ومنها ألقى رئيس المجلس الرئاسي خطابه. ويعتبر خطاب العليم وإطلالته من عدن ومن خلفه علم اليمن الموحد خطوة متقدمة قد تكون إيذانا بمرحلة جديدة في مسار الوحدة الممتد منذ أكثر من 30 عاما، إذ ظلت المحافظة خلال سنوات مضت رغم نعتها بالعاصمة المؤقتة حكرا على أنشطة دعاة الانفصال الذين سيطروا عليها بقوة السلاح ومنعوا الرئيس والحكومة من العودة إليها. تزامن الخطاب مع مواقف إقليمية داعمة للوحدة، حيث توشحت أبراج الكويت بعلم اليمن الموحد، وتلقى رئيس المجلس الرئاسي برقيات تهاني مبكرة من العاهل السعودي وولي عهده ومن الرئيس المصري وسلطان عمان. في المقابل يقف المجلس الانتقالي الجنوبي حائرا بين ضغط الجماهير التي رفع سقف مطالبها خلال سنوات مضت من جهة، وبين مقتضيات تعيين رئيس المجلس عيدروس الزبيدي عضوا في مجلس الرئاسة وضغوط السعودية والإمارات. اليمنيون في مواجهة الجوع، تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العربي الجديد، وجاء فيه: تتبدى أسباب المجاعة في اليمن، وشروطها ليس فقط في نقص الموارد، وإنما في كيفية إدارة سلطات الحرب هذه الموارد والسياسات التراكمية التي اعتمدتها لإفقار اليمنيين. ففي مقابل حصر موارد الدولة لتمويل نفقات أجهزتها السياسية والعسكرية، زجت سلطات الحرب الاقتصاد اليمني في صراعها اليائس على السلطة، بحيث فرض انقسام المؤسسات الاقتصادية على حياة اليمنيين كآلية مواجهة تعمل على امتصاص مواردهم إلى جانب التربح من حالة الحرب من السلطات وشبكات المتربحين، بحيث امتدت الأزمة لجميع مناحي الحياة من تضاعف أسعار المواد الغذائية إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والتلاعب بأسعار العملة المحلية مقابل الدولار، بحيث جرت تنمية أدوات متعددة لإفقار اليمنيين وتحويلهم إلى جيوش مفقرة تعتمد على المساعدات الإغاثية والمعونات الإنسانية. ومع أن اليمنيين ظلوا يديرون حياتهم وفق الحد الأدنى طوال سنوات الحرب، فإن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قلصت الهامش الإنساني الضيق الذي يتحركون فيه، والتي امتدت إلى القمح الغذاء الرئيسي لمعظم اليمنيين. ومع هذه الأزمة التي توطنت في اليمن عقودا طويلة نتيجة سياسة السلطات المتعاقبة، فاقم المشكلة غياب سلطة مركزية تتبنى خطة مستدامة لرفع مستوى زراعة القمح محليا وتغطية حاجة اليمنيين مقابل اعتماد سلطات الحرب على موردين محليين موالين لها يحتكرون استيراده. تعطلت أنظمة معالجة النفايات في اليمن بسبب الحرب الدائرة رحاها منذ سنوات في البلاد، ويواجه بعض سكان تجمع أكوام من النفايات بالقرب من منازلهم، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية. يعنون موقع دي دبليو دويتش فيلا: جبال النفايات في اليمن خطر صحي وبيئي، كيف يمكن التخلص منها؟ يظهر تحليل دويتش فيلا عربية لأحداث البيانات المتوفرة للجهاز المركزي اليمني للإحصاء ارتفاع نسبة النفايات إلى نحو 4.4 ملايين طن في العام 2017 في مقابل نحو 3.7 ملايين طن في 2011. احتلت عدن فيها المرتبة الأولى بنسبة 23%، ثم صنعاء بنسبة 22%. ورغم أزمة معالجة النفايات وتراكمها في الأحياء والأزقة والمساحات المختلفة، إلا أن التهديد البيئي في صنعاء يظل عميقا، فبالإضافة إلى أن النفايات تحتل 13% من إجمالي المخلفات في البلاد، يربط جبل من النفايات إلى الشمال من صنعاء يعرف بمقلب الأزرقين. ويقول لدويتش فيلا عربية أستاذ البيئة والتنمية المستدامة الدكتور يوسف المخرفي: إن المقلب الذي يبلغ ارتفاعه نحو 90 مترا يستقبل 1800 طن من النفايات يوميا، بما فيها النفايات الطبية الخطرة. مدير عام إدارة النظافة بأمانة العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون إبراهيم الصرابي يقول:
إن العمالة التي تم تقسيمها على 20 منطقة داخل المدينة لا تزال هي ذاتها المعتمدة منذ العام 2002. ما يقرب من 700 من عمال النظافة باتوا بين متوفى ومسن، وهو الأمر الذي يقف وراء القصور في أعمال النظافة بالشوارع الفرعية بسبب النقص الكبير في عدد العاملين. سلوكيات غريبة أضحت تقليدا داخل بعض المؤسسات التربوية في الجزائر بحجة احتفال التلاميذ بنهاية العام الدراسي، فبعد تمزيق كتبهم ورميها في الشوارع وإطلاق صرخات مزعجة انتقل الوضع هذه الأيام إلى مرحلة جديدة. يعنون موقع إندبندنت عربية: طلاب جزائريون يهاجمون أساتذتهم بالبيض والحجارة في نهاية العام الدراسي. ووفقا للموقع، فقد قام التلاميذ برشق الأساتذة بالبيض والحجارة احتفالا بنهاية العام الدراسي، ولم يسلم المعذراء المدراء والمشرفون التربويون والعاملون بالإدارة من تصرفات التلاميذ، كما تعرضت المدارس إلى الرشق ما تسبب في كسر زجاج بعض الأقسام وتخريب الأبواب، واضطر أساتذة إلى الاختباء داخل مؤسساتهم ولم يتمكنوا من مغادرة المكان، وقد استدعى الأمر في بعض المدارس الاستنجاد برجال الأمن وأولياء الطلاب. وليست المرة الأولى التي يحتفل فيها التلاميذ بطرق غريبة بنهاية العام الدراسي، فقد عرفت السنوات السابقة إقدامهم على تمزيق الكتب مباشرة بعد خروجهم من مؤسساتهم التربوية. الجارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور لأحداث الأسبوع، نتابعها في جولتنا التالية. مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في آخر جولة. بهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.